something. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ظبط الصورة بس. شكرا على أنكم دعوتوني أن أنا أكون معكم في هذا المكان المبارك. أنا لم أزر السويد منذ حوالي 20 سنة، وقد تكون هذه هي الزيارة الثانية لي في السويد، وإن شاء الله ربنا يوفقنا علشان نستطيع أن احنا نتناقش مع بعض ونتبادل الخبرات مع بعض. اليوم ما فيش حاجة اسمها محاضر ومستمع، اليوم كلنا هنحاول نتعلم من بعضنا البعض في مسيرة بدأت من قرابة 4 عقود. فيش حد هنا فيه أستاذ وتلميذ، كلنا نتعلم واطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. واطلبوا العلم ولو في الصين، مش هقول دي أحاديث أو غير أحاديث، مش هخش أنا في النواحي الفقهية والنواحي الأخرى، لكن هتكلم عن مسيرة أنتوا صنعتوها بتأييدكم وبحبكم للعمل الخير. وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر أو كالصائم الذي لا يفطر. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. دي قاعدة عندنا، قاعدة ليست قاعدة فقهية ولكنها قاعدة مجتمعية. والفقه أنواع مختلفة، في فقه شرعي وفقه مجتمعي. والفقه المجتمعي هو تخصص المتخصص المجتمعي في أعمال المجتمع في مادته، في العلوم، في الرياضيات، في السياسة، في المياه، في الرياضة، في الزراعة، في العمل الخيري، وفي فقه شرعي اللي هو فيه بقى الأصول والأمور الشرعية والأحاديث والسيرة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فما نرجع إلى مسيرة العمل الإنساني، مسيرة العمل الإنساني نتكلم عنها أصبحت تخصص، تخصص زي الطب وزي الهندسة وزي الكيمياء وزي كل هذه الأشياء. مسيرة العمل الإنساني أصبحت حرفة ومهنة ولها درجات علمية متخصصة فيها. قد نكون احنا بدأنا بطريقة عاطفية منذ 35 سنة أو 36 سنة أو 40 سنة، وفي المسيرة العاطفية دي بدأ ناس كتير من العالم العربي زي أخونا رحمة الله عليه الدكتور عبد الرحمن الصميت، كان كثير مننا يعرفه، كان طبيب أيضا وبدأ هذه المسيرة من زمان. في السودان بدأت منظمة الدعوة أيضا، مبارك قسم الله وعبد الله سليمان العوض إلى آخره. في بنغلاديش بدأ محمد يونس أيضا في بنك الفقراء، وفي حاجة اسمها براج اللي عاملة العمل اللي هو الحرفي اليدوي المهني، وكل المحلات التجارية الخيرية اللي عملوها هناك. في باكستان بدأ أخونا رحمة الله عليه اللي هو إيدي، اسمه إيدي مش فاكر اسمه الأولاني رحمة الله عليه، ما كانش متعلم، مولانا إيدي ده ما كانش متعلم، ومع ذلك عمل أكبر شبكة من عربات الإسعاف، كان عنده حوالي 30 أو 40 ألف ممرضة تشتغل في باكستان من لا شيء في الخمسينات. فكل هذه الأشياء قد يكون بدأها ناس بطريقة عاطفية، بطريقة إيه؟ انفعالية، بطريقة إيه؟ حب الخير وعمل الخير، وكل الأشياء اللي نتكلم عنها دي كلها اللي هي بتخلي الإنسان يفجر طاقاته ويفجر ملكاته، ويستطيع أنه يتمكن في حب المجتمع ليه وحب للمجتمع. يبقى نحن بنبدأ بطريقة عاطفية. العالمية عمرها ما هتكون إلا بالمحلية، العالمية عمرها ما هتكون إلا بالمحلية. نبدأ زي البذرة، العمل أي عمل في العالم زي البذرة اللي تحولت بعد مئات السنين أو آلاف السنين إلى غابة.
إلى غابة زي الأمازون وزي الغابات اللي في البنغال في الهند وفي بنغلاديش وزي كل الغابات اللي في أفريقيا اللي بنتكلم عنها دي كلها. بس خلت قام من بذرة وضعت لكي تصبح اخضرار لشجرة، والشجرة أثمرت فأصبح يساعد الفلاح اللي هو حضرتك وحضرتك على نقل مثل هذه البذور الطيور والحيوانات الذين يأكلون إيه من الثمار. يبقى خرجت من بذرة معايا، خرجت من بذرة إلى غابة، الغابة عملت موائل. دي العالمية احنا بنتكلم عنها. حذاري إننا نغترب أنفسنا ونقول إحنا من أول يوم عملنا هيكون عالمي. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت بفرد كان مصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم صاحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذ هما في الغار، ها أبو بكر رضي الله عنه، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. شوف بدأت إزاي؟ بدأت كبذرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان زي الفلاح الذي أراد أن يرعى مثل هذه البذرة لكي يستظل العالم كله بذرالها، بذرالها وهي رسالة مؤيدة بوحي من السماء. واضحين ولا مش واضحين؟ أي شيء لابد أن يبدأ صغيرا فنرعاه كبيرا إلى أن يصير شيء من عاطفي إلى شيء مؤسسي عالمي. واضح؟ يعني الإغاثة الإسلامية بتتكلم عنها دي لما بدأت مجرد انتم من اريتريا مش كده؟ على الجاكيته ولا ايه؟ جميع من اريتريا. فين الاخ اللي من اريتريا؟ يعني كلكم من اريتريا، اريتريا والصومال. لما حصلت المجاعه عندكم في اريتريا في 83 كانت الاستجابه مننا احنا كطلبه بندرس الدكتوراه علشان القضيه الاريتريه. لم يكن عندنا ميزانيه ولم يكن عندنا مكتب ولم يكن عندنا موظفين ولم يكن عندنا أي إمكانيات، مجرد عاطفة في أن نجعل أنفسنا قادرين على الاستجابة لحاجات النازحين واللاجئين اللي خرجوا على شرق السودان. في 84 أو في 83 شعرنا وإحنا طلبة في الجامعة إن إحنا ملناش دور، عايزين نعمل شيء، عايزين نعمل شيء وإحنا ما عندناش أي شيء، نعمل شيء وليس لدينا اي امكانيات على الاطلاق. انت بقى تقعد دلوقتي تقول لا ده انا عايز اعمل مكتب وعايز اجيب ميزانيه وعايز كذا، انت هتبقى فنكوش لان انت بتضع عقبات وانت بتضع عقبات امامك. اشتغلي، اشتغل، اشتغل وانتج وهتثمر الشجره بتاعتك باذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تضعوا الإمكانيات عائق، لا تضعوا الإمكانيات عائق، لا تضعوا الإمكانيات عائق على الإطلاق. أهم إمكانية عندنا وإحنا أفراد لا يعرفنا أحد هو أن نؤمن بالفكرة التي من أجلها نريد أن نؤسس العمل. نؤمن، نؤمن. ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب الصحابة يقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني هم مؤمنين وصحابة، لكن بيقولوا إيه؟ آمنوا، يعني جددوا الإيمان بتاعكم دائما. فلذلك إن آمنا بالفكرة استطعنا أن نحول مثل هذه الفكرة إلى حضارة وإلى نهضة وإلى تاريخ وإلى ثقافة وإلى فكر. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ أنا عايزكم تصحوا معايا عشان أحلق على الجاكيت بعد شوية، بدأت أسخن. لذلك أنا مش عايز أي حد عندنا اليوم يتحدث عن أنه عنده عائق مادي أبدا، ما فيش أي عائق. والله الذي لا إله إلا هو ما كان لدينا فلسا، وكان أول تبرع 20 قرش. يعني عندكم بالعملة الجديدة يساوي كام دلوقتي؟ ما أعرفش القرش المصري بيساوي كام دلوقتي، ما يسويش حاجة دلوقتي ولا أي حاجة تعريفها يعني ولا نكلة. فلما ننظر لمثل هذه الأشياء بتقودنا العاطفة إلى أن نبني مؤسسة، بتقودنا العاطفة إلى أن نزرع شجرة، بتقودنا العاطفة إلى أن نؤمن بفكرة، وبعد أن نؤمن بفكرة نحاول أن نحقق أبعاد مثل هذه الفكرة على أرض الواقع. إن أردنا أن نكون عالميين فلابد أن نكون منتجين،
لابد ان ننتج. ما حدش هيقدر يشعر. انتوا عندكم هنا مثلا شركه اريكسون صح؟ عندكم شركه ايكيا وفنلندا، وكان في قبل كده اللي هو بتاعت نوكيا، وبعدين عندنا ايه تاني يا ربي؟ عندنا برجر كينج، وعندنا كنتاكي فرايد تشيكن. كيف بدات نشات مثل هذه المؤسسات؟ لا تنظروا الى انها اصبحت مؤسسات فيها مليارات من الدولارات، ولكن شوفوا كيف بداها المؤسس مثل بيل جيت وغيره اللي هو مايكروسوفت. فلما ننظر، انتوا دلوقتي ما تبصوش تقولوا والله ده احنا عايزين نبقى زي ايكيا اللي هي عندها 150 ولا 200 ولا 300 فرع في العالم. بأمارة ايه هتبقى انت من اول يوم زي ايكيا؟ شوف مسيرة ايكيا كيف بدأت، ثم كيف حافظوا على بنائها، ثم كيف اثمرت، ثم كيف طالب العالم شركة ايكيا انها تفتح هي مكاتب وفروع عندها. بأمارة انتوا هتبقوا عالميين الا ان انتجنا، والا ان انجزنا، والا ان كان منتجنا يطلبه العالم كله، يعني في حرفية وفيه مهنية وفي رؤية وفي خدمة للمجتمع. بدون كده احنا مش بس محاضرات او خطب جمعة او وشوش جميلة، لا كل ده ما ينفعش. كل ده ما ينفعش في امة حاليا تئن من جراح من اقصى المشرق لاقصى المغرب، ومن اقصى الشمال لاقصى الجنوب، فيها مئات الملايين من النازحين واللاجئين والى اخره. اليغور 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 في الصين، والروهينجا واليمن وسوريا وكل والسودان وجنوب السودان وهنهيكا والعراق وكل الحاجات دي كلها بنتكلم عنها، نجد اننا اصبح لزاما علينا ان ننتج، وان يكون انتاجنا مطلوب على مستوى العالم بمهنيه، والمهنيه والحرفيه سنستطيع ان نكتسبها وان ليس يكون عندنا خبره بايه؟ بايماننا بفكرتنا. لان الايمان اللي عندنا هيجعل المرء منا يحاول ان يطور من نفسه، يحاول ان يحسن من نفسه، يحاول ان ينمي فكرته، يحاول ان يبني شراكات، يحاول ان يوزع فكرته في العالم كله. العمل الانساني مش بس فكره الى اخره، هو مهمه كمان. اذا راحت بتاعه دي ولا حركه اللي هنا، انا ما اعرفش حركه. انا اؤمن بال 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 بالتكنولوجي لكن لا افهم فيه خلاص. فلما ننظر لهذه الاشياء، معاكي انت مغربيه تونسيه برشا واخا لبس مش حاجه من الجزائر والعراق بس ازاي بسطة شلونك البسطة يعني يضربك علقه يعني. لما حد يقولك حبستك بالعراقي تعرف انك هتدير بعلقه. شكوماكو طب شكوماكو كمان انت عراقيه؟ لا مدامته للشيخ مدامته حضرتك لبنان. بسم الله ما شاء الله، مش عارف اقول ايه، انتوا زي الفل. لا بارك فيك ربنا يكرم جميعا ان شاء الله، جميعا ربنا يكرم. فلما ننظر لمثل هذه الاشياء، اصبح لزاما علينا ان يكون لنا رساله في عملنا، ان يكون لنا مهمه ننجزها، ان يكون لنا منتج يتقاتل عليه العالم من اجل ان نكون عالميين. والا ما حدش هيشتري المنتج بتاعنا، والا ما حدش هيشتري الفكره بتاعتنا، والا ما حدش هيسمع لنا ابدا 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 ابدا. وهذا الامر ليس لابد ان يحدثه رجل اقرع زي حالاتي كده او اشيب ولا ايه بالنسبه شايب او اشيب. هنا بطن اللغه العربيه قاعده قدام ما اكثر يعني. بل يحدثه شباب وشابات كامثالكم يستطيعوا احداث التغيير ان امنوا. نستطيع احداث التغيير ان امنا، ونحن مؤمنون باننا قادرين على ان نحدث التغيير، وسنحدث التغيير من اجل المجتمع وليس من اجل انفسنا. العالميه لا تؤمن بالقطريه والحزبيه ولا الشلاليه ولا الشلاليه يعني
شله مجموعه بالمصري بقى شله يعني شله وبلك ولا اللي هو بال ال ال السكتريان يعني ايه القوميه واخد بالك الى اخره الى اخره. العالميه تؤمن بان الفرد هو صاحب المجتمع وان الفرد هو صاحب المؤسسه. والعالميه تؤمن بان المؤسسه تاخذ احسن ما في المجتمع لكي يقود المؤسسه التي تخدم المجتمع. مش تبقى ابني او بنتي او زوجتي او ابويا او اخويا او قبيلتي او حزبي او مذهبي او ديني، لا، لان المجتمع يتكون من كل هذه المكونات، فلا بد ان اختار من داخل المجتمع الاصلح لاصلاح المجتمع داخل مؤسستي. هذه العالمية اللي بنتكلم عنها. فالعالمية عمرها ما كانت حزبية، لو تحزبنا عمرنا ما هنكون عالميين، لو اصبحنا قبليين وعائليين عمرنا ما هنكون ايه عالميين الى اخره. فالعالمية اداء 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 ايضا. ما هو ادائك؟ ما هو فكرك؟ ما هي مرجعيتك؟ العالمية محاسبية. مين اللي هيحاسبك؟ مين اللي هيحاسبك؟ لابد يكون في محاسبية وفي مرجعية. العالمية شفافية. ازاي انا هعرف الحسابات اللي بتخش عندك في الجمعية وكيف تصرف وكيف تجمع الاموال ومن المستفيد؟ دي عالمية، لان انت بتخش مجتمع، مش مجتمع قبيلة، مش مجتمع حارة، مش مجتمع شارع، مش مجتمع زنجة، ده مجتمع انت بتحاول تخدمي فيه كل الناس، حتى من هم على ليسوا على دينك ولا على ثقافتك ولا على عرقك، وحتى من يختلفون معنا في كل شيء. لان العمل الانساني هو عمل يشمل الجميع بما فيه الحيوان والطير والنبات والاشجار والمناخ الى اخره. إنسانية العمل الإنساني عندنا إحنا كمسلمين تشمل الجميع، تشمل كل مكون خلقه الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان. وقد خلق الله سبحانه وتعالى كل هذه المكونات قبل أن يخلقنا ليكونوا خدما لنا، لا لأن نصبح عبيدا لهم. هذا الفارق اللي بنتكلم عليه. فما نتكلم عن العالمية لن تأتي بين عشية وضحاها. مش هتيجي لأن أنا بنت الوزير أو بنت الأمير أو بنت الدكتور أو بنت مش عارف مين، لا 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 لا، هتيجي لأن المجتمع، المجتمع اللي أنا بخدمه هو اللي هيبرزني للعالم، هو اللي هيقدمني، هو اللي هيساعدني على إبراز مثل هذه الإبداعات لكل مكان في العالم. واضح ده؟ كل ده في التعريف يا شباب، كل ده في التعريف. واضح التعريف؟ هذا صعب إذا البلد ما يكونش يعني آمن. لا أنا هقول لك صعب في إيه؟ الصعب، لا الصعب ايه؟ الصعب ان ما يكونش في حريه في مناخ سياسي يستطيع ان يجعلك تنمي داخله. احنا كنا بلدنا عربيه، ايوه. فانا بتكلم، انا بتكلم ايه؟ انا بتكلم عن تعريفات من ناحيه امر الامر الواقع. تنمو مثل هذه المؤسسات داخل مناخ مجتمعي يستطيع مثل هذه المؤسسات الصغيره ان تتحول من المحليه والقطرية إلى الإقليمية وإلى العالمية. تنمو في ظل وجود مناخ يسمح بالنمو. تنمو في ظل وجود قيادات مؤمنة بأنها قادرة على أن تحدث التغيير وعلى أن تبني مؤسسات. فالنمو له أبعاد مختلفة. تنمو لو كان في داخل المؤسسة كل الفصائل أو على الأقل التمثيل الواضح. أغلب مؤسساتنا ذكورية. يعني وانا في جنوب افريقيا من مش فاكر يعني شهر ده اول الشهر كنا عاملين ورشة عمل كده، هو فاحد النساء قلنا يعني احنا عايزين نخرج على المينستريم. المينستريم يعني الايه؟ المجتمع العام. قلت لا، هو مش مينستريم، هو ميلستريم، يعني مجتمع بيقوده الرجال فقط في الجمعيات. وده خطر جدا، خطر ان نقصي الشباب وخطر ان نقصي النساء، لأن فكر المرأة وثقافة المرأة وفلسفة فكر المرأة تختلف تماما عن فكري، والمشاكل اللي بتنظر لها من وجهة نظرها تختلف تماما عن مشاكل لما انظر لها من وجهة نظري أنا. وكذلك الشاب سريع الحركة اللي عنده الطاقة داخل. فلا بد أن يكون المكون داخل المؤسسة من الثلاثة، من أصبحوا شيب، صح مش كده برضك؟ شيب عجوز، عجوز ده ها بالخبرة، وممن هم من الشباب الحركة والطاقة، وممن عندهم العاطفة ها والرؤية المختلفة عن رؤية الرجال ورؤية الشباب اللي هم ايه؟ النساء.
فلما ننظر لمثل هذه الأشياء هي دي المقدمة العالمية. أحركها إزاي؟ ده ولا ده؟ ممكن أنا فيه. ممكن إيه ممكن طيب لا يوجد مجتمع بشري خلائق يعني في كافة الخلائق لم يستطع أن يطور نفسه ويقيم بها خصائص حضارية على الأرض المجتمع. كل المجتمعات أنبتت حضارات من حضارة ذات النهرين عندكم في العراق إلى كل الحضارات من الإنكا في أمريكا اللاتينية إلى قضباء المصريين إلى الصين إلى الهند إلى كل هذه الأشياء. كل هذه هي إبداعات. يعني ما فيش مجتمع في العالم إلا أنشأ حضارة. دي التدرج اللي احنا بنتكلم عنه. اتكلمنا عن الفكرة. لو احنا مثلا امننا بفكرة معينة حضرتك مثلا او حضرتك عندكم فكرة تؤرقكم فمنحول هذه الفكرة الى مشروع. المشروع ده قبل ما نحول المشروع بنجمع مجموعة من الناس اللي بيؤمنوا بالفكرة بتاعتي معي او معك علشان يقعدوا مع بعض يفكروا كيف نحول هذه الفكرة الى مشروع على مستوى بسيط. اوعوا تفتكروا ان الفكرة هتغير العالم النهاردة بيكم. حذاري. حذاري. انا الفكرة انا حضرتك اسمك انت يا بنتي. قمر. مو. قمر. قمر. وانت شمس. سمح. وانت. احمد. عبدالله. الاربعة دول قمر عندها فكرة جمعتهم حواليها عشان كلهم يفكروا ازاي قمر تنفذ الفكرة بتاعها في المجتمع. بس هما يقولها يا قمر ايه خليها ننفذها على مستوى الشارع حاجة بسيطة علشان الناس ايه يكون في منجز سريع ومؤثر في وقت ايه بسيط وبتكلفها اقل. مجرد ما بدأت تبقى مشروع وناجح المشروع كل من حوالينا في الحارة او في الشارع او في الحي هيبتدوا يتبنوا مثل هذه الفكرة اللي اصبحت مشروع. بنحول بعد كده الفكرة بتاعتنا الى جمعية اللي هي منظمة نسجلها بعد كده هو علشان الجمعية بتنظم عمل المشروع وبتخلي المشروع بيكبر منه على مستوى الشارع والحارة والحي الى مستوى المدينة والمحافظة والدولة. لكن اخت عمر والاخت سماح وعبد الله واحمد لابد حذاري ان تغفلوا عن الفكرة. حذاري ان نغفل عن الفكرة ونفتكر أمر فقط إن هي مفكرة يقول لا خلاص مش مهم. كتير جدا فعملنا بننسى الفكرة ونبتدي نقدس المفكر المؤسس وده أخطر شيء في هدم المؤسسة. فيصبح المؤسس اللي زي حالاتي بيخطئ كتير جدا يقول لا بس خليه ده أصل ده من البدريين. أي خلاص ما هو عمره الذهني والإبداعي راح جزاكم الله خير مع السلامة بقى امشي بقى اخبرك عشان الايه الاجيال التانية تيجي. فحذاري اننا واحنا بنحول الفكرة من فكرة المشروع ومشروع الجمعية اننا ننسى الفكرة. لو نسينا الفكرة هتموت المؤسسة. ها لان انت مش الهدف بتاعك ايه اصلاح المجتمع. الهدف بتاعك ايه اطعام الجائع مثلا او عمل تمكين الجائع او تمكين الفقير. مين اللي عجب لك الفكره دي؟ امر. فامر قاعد تعمل اخطاء فانت هتقعد تغفرها وتنسي الفكره نفسها بالرغم ان امر اصبح دلوقتي عبء على الفكره وعلى الجمعيه وعلى المشروع. احنا في للاسف الهدف دايما انا هقول لك احنا بدانا في 84 كان كل هدفنا ان نجمع تبرعات فقط اكل الجائع فقط ما فيش حاجه تانية خالص. وعدنا 5 سنين نلف في بريطانيا من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب علشان ننشر الفكرة بوعادة موجودة امكانية. محدش فينا قال لي هاني البنا او علي او احسان ابدا.
احنا كلنا كلنا ماشيين على ايه؟ اريتريا. اريتريا افريقيا 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 افريقيا. لو نزلنا افريقيا وبصينا لهاني البنا ولا بصينا القمر ولا بصينا الاحساء السماح ولا علي ولا عبد الله ولا كذا ولا كذا ولا كذا هننسى الفكره. لو نسينا الفكره لن تنمو المؤسسه، سنقتل الشجره نفسها. ازاي نحول الجمعيه دي لمؤسسه؟ الجمعيه يملكها اللي هو الجمعيه العموميه بتاعتها، مجموعه من الافراد 50 40 30 60 الى اخره بينظمونها. المؤسسه بتفتحي على الجمعيه على مصراعيها لكي تستطيع ان تقبل او تستقبل كل كفاءات المجتمع. ما تبقاش بس حكر على مجموعه صغيره، لكن المجتمع يختار داخلها وفيها اصلح ما فيه لكي يعطيها اياه. وده صعب جدا، يعني لو انا سالت الهرم بتاع المجتمع المؤسسات العربيه والاسلاميه هلاقي اكثر من 90% فيهم لم يصلوا الى المؤسسيه. سمي نفسك مؤسسه، سمي نفسك زي ما انت عايز. لكن المؤسسيه هي ملكيه المجتمع للجمعيه. وليس ملكيه حزب او مجموعه صغيره للجمعيه. ها؟ خدت بالكم؟ يبقى المؤسسه زي هارفارد وزي الجامعات اوكسفورد وكامبريدج و و الى اخره، وبيل جيت اللي هو الفاونديشن بتاعته الى اخره الى اخره، كل دي حاجات مؤسسيه دوليه يملكها المجتمع لانه بيعطي بمنتهى الشفافيه بيطلبوا الوظائف. بمنتهى الشفافيه بيطلبوا اعضاء مجلس اداره. بمنتهى الشفافيه بيطلبوا النصحاء. احنا في كتير جدا من جمعياتنا بنغلقها على انفسنا، فلذلك احنا عايشين في دور الجمعيه وليس في دور المؤسسيه. المؤسسه بامكانياتها اما تكبر بتحول هذه الفكر لفكر بقى، فكر الاطعام، فكر التمكين، فكر المناصره، فكر الابحاث الى اخره الى اخره الى اخره. بتاخد شايف البذره بتاعتك دي يا اخت سماح ولا اخت قمر، بعد 30 سنة او 40 سنة من زراعتك ليها ومراعاتك ليها وتمكينك للمجتمع فيها بتتحول من فكرة الى فكر مجتمعي من خلال المؤسسة التي بنيت وانفتحت على مصراعيها على ابواب المجتمع. فتحت ابوابها على مصراعيها المجتمع نفسه. وبعدين بعد كده الفكر بتحول لثقافة ويعمل حضارة الى اخره. بتكلم في المسيرة دي حوالي بتاع 100 سنة. شفت انا بتكلم على 100 سنة في الخمس دقايق دول ازاي؟ عمرنا احنا هنبني حضارة علشان انا جدع ولا عشان انا مسلم وصلي قيام الليل كل يوم. بناء اركان الحضارة ليها مسيرة في العلوم، في الانتاج، في التفكير، في المناظرات، في الابحاث، في كل هذه الاشياء. عمرها ما تتبني بين عشية نضح، في استقرار سياسي، في استقرار اجتماعي، في تمكين الكفاءات اللي موجودة عندنا الى اخره الى اخره الى اخره. انا اقول اولا الفكره اللي اتكلمت عنها، يعني يمكن انا شرحت الحاجات دي، هي ما يدل بخلد المرء منه فراجعه وينقحها وينميها خلال فكره التفكر فيها قبل ان تتملكه في حركاته وتفاعلاته من حوله الى اخره. دايما اتكلمنا احنا عن الفكره، هنتكلم على كل واحده فيها. وده المشروع زي ما احنا قلنا كده، سماح وقمر وعبد الله الى اخره. الفكره، شايف الفكره قد ايه يا شباب؟ وكلهم مجتمعين حوالين ايه؟ حوالين الفكره، مش حوالين سماح. لا احنا عارفين سماح هنا ولا عبد الله ولا محمد ولا علي ولا اي حد، لكن احنا شايفين فقط ان اهم شيء موجود على الطاوله هي الفكره. فكل مركز على الفكره، لو ما ركزناش على الفكره عمرنا ما هننتج. الجمعيه تتحد فيه الهياكل الداخليه والاهداف والرساله والرؤيه والتمويل وسائل المراجعة والشفافية والمحاسبية الداخلية والخارجية والهرم الإداري للجمعية والميزانيات وحقوق الموظفين، كل بقى الحاجات اللي هي الداخلية اللي بتبني جمعية وبتبني هيكل داخلها واللوائح إلى آخره. المؤسسة، الفارق بين الجمعية والمؤسسة هو الملكية والحوكمة. والسبب الأول في عدم نمو الآلاف من الجمعيات إلى الحرفية ثم المؤسسية الفكرية التنفيذية. يعني ايه؟ يعني انا عايز ابقى حرفي ما بعرفش، عايز ابقى مهني ما بعرفش، لان انا ما زلت في طور بالتليفون بكلم مين؟ الدكتور انيس، بكلم حاتم
بكلم أمر، بكلم حضرتك اسمك إيه من لبنان؟ اسمي ها؟ رتيبة. كلمة تعال يا حاجة رتيبة هديك وظيفة. ما ينفعش أبدا، كل ده ما ينفعش. لابد أن أعلن عن وظيفة، ودي الحرفية بقى، وأختار. قد تكون الحاجة رتيبة هي أحسن واحدة، بس لما تقدم في داخل معركة التنافس على الوظيفة، مش داخل معرفة معرفتي للشخص نفسه. معرفتي للشخص نفسه شيء، وكفاءة الشخص أو المرأة أو الشابة أو الشاب شيء تاني. وإحنا دلح عشان كده إحنا متعثرين ما بين الحرفية والمهنية والمؤسسية بعد ما عملنا الجمعية. وأنا يمكن عندكم في لبنان يعني اتنحر صوتي، أروح أشوف ناس بقالهم 30-40 سنة في نفس الجمعية، وجايب ابنه وجايب ابن أخوه. أنا أعرف جمعية عندهم في لبنان بدون ذكر الأسماء عشان ما زعلش حد. إيه؟ وراث آه. الأب والبنت والشابين وأملاك بسم الله ما شاء الله يمكن بملايين. وبعدين دي جمعية، لا هي جمعية يا سيدي. لو أنت عايز تعمل فاونديشن يعني إيه حاجة زي كده اللي هي حاجة للأسرة، ده بيبقى من ملك الخاص. مش ها؟ مش متحتطور، ما هتتطور، هتقف كده. فلذلك أنا بقول لك وما زلنا نعاني حتى في المراكز في الغرب. كل جماعة بتجيب شبابها، كل مجموعة بتجيب أعيانها إلى آخره. ليه؟ هو مثلا المسجد ده فقط فيه الخمسة ولا العشرة دول اللي عاملين زي الكراسي الموسيقية بيلفوا كل سنة؟ ما ينفعش، لأن هيطلع فيه جيل تاني وفي جيل تالت وفي جيل رابع وفي جيل خامس. هيروح فين ده؟ هيعرض عن المسجد، هيعرض عن المؤسسة، هيمشي، هيشرد. ولو شرد ممكن يتغير فكره أو يتطرف أو يصبح من إيه؟ من الصداميين، لأن هيحس إن الكبار اللي عنده داخل المسجد أو داخل المؤسسة إقصائيين. فلذلك بنقف عند ما اللي هي عنق الزجاجة بتاع اهتمامنا بالفكرة مش بالمفكر نفسه. الفكرة طبعا أنا قلت الحاجات دي في المقدمة، التحدي كيف نشر هذا الفكر. يعني أديك أنا مثل أن هارفارد الأوقاف بتاعتها ما لا يقل عن 40 مليار، 40 مليار دولار. يعني لو هارفارد حبت تعمل فيلم في هوليوود ب 200 مليون أو 300 مليون دولار من بس العائد البسيط بتاع الربح، الفيلم ده حسن يغير ثقافة وينشر فكر. وأغلب الأفكار الجديدة بتيجي عن طريق إيه؟ عن طريق الإعلام أو عن طريق الدراما أو عن طريق السينما. شفتوا قد إيه؟ قد إيه إحنا ما بنهتم. بس هارفارد أصبحت مؤسسة عندها أوقاف، عندها سياسات إلى آخره إلى آخره إلى آخره، ما نظن مثل هذا. فكيف إن إحنا ننشر الفكر اللي عندنا؟ ها؟ نحول الفكرة من فكرة إلى فكر إلى آخره. الثقافة طبعا هي ما يعبر بها المجتمع عن قيم، يعبر بها المجتمع عن قيم وعاداته وتقاليده وقيمته. يعني مثلا منزل مثلا العراق كدولة مثلا، كل منطقة عندها ثقافة مختلفة، أكلات مختلفة، ملابس مختلفة. لما تنزلي مصر هتلاقي مثلا حتة بتاعت الشمال اللي هي فيها مرسى مطروح وقبائل أولاد علي تختلف تماما عن الصحراء الغربية، تختلف تماما عن سيناء، تختلف تماما عن الصعيد، تختلف تماما عن بحري. فمش معنى اننا مصريين او سوريين، حتى في سوريا حد سوري هنا؟ كل مدينه ليها ثقافه مختلفه وليها اكلات مختلفه ولهجه مختلفه الى اخره وتواريخ مجتمعيه مختلفه. فلما ننظر على الثقافه دي كلها، لو اردنا ان نحافظ على الثقافه فلا بد ان تحافظ على الثقافه دي من خلال عمل مؤسسي للجامعات اللي بنتكلم عنها. ده مهمة دي. لا نبدأ حضارة مجتمعية إلا من خلال الحفاظ على فكرة الحضارة الأولى التي أنشأها فرد مخلص أو مجموعة من الأفراد مخلصين ومتجردين، وإلا إذا توفر فيها الركن الأساسي من أركان بناء الحضارة وهو الإيمان، زي ما اتكلمنا في الأول بالفكرة والتركيز. يعني في الأصل الإيمان بالفكرة والتركيز عليها، إن شاء الله تاخد مئات السنين. يعني قضية الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد خلاص. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أترك هذا الدين؟ لا أتركه أبدا، خلاص هي فكرة، خلاص انتهت الموضوع. يعني مهما عمل أعجزهم. ها؟ فانتشر الإسلام وأصبح يعم. يعني أنا كنت أكلمكم بس عشان أبشركم،
يعني كل لما اروح بلد افريقي الاقي على الاقل نسبه مسلمين هناك 20-30%، مع كل الفقر وكل الهجوم وكل البلاوي الزرقاء اللي ضد المسلمين دي كلها، وبينموا الاسلام لانها فكره امن بها رجل مخلص، امن بها رجل مخلص واستثمر، مش هقول افنى حياته، واستثمر حياته كلها في رعايتها، وبنى جيل قوي امنوا بها من الصحابه والخلفاء الراشدين ان استطاعوا ان يحولوا هذه الفكره الى حضاره فيما بعد. التاريخ طبعا يعني الحضاره بتحول لتاريخ الى اخره الى اخره الى اخره. ده الهرم اللي احنا كنا بنتكلم عنه. معايير نجاح هذه الدوره الحضاريه يعني هي طويله، انا مش عايز اطول عليكم في الكلام، لكن عايز كنتوا تبتدوا تسالوا اسئله. لو انتوا عايزين تسالوا اسئله احسن، عشان ايه انا اتكلمت دلوقتي كام دقيقه تقريبا؟ 40 دقيقه. لا خلاص كفايه كده، انا زودت، لكن المفروض اتكلم 25 دقيقه فقط، فانا ضحكت عليكم اتكلمت 40 دقيقه بس كفايه. ها محاضره قايمه وواحد هيستفيد، بس انا عايزكم تسالوا لما تكمل. بس اصلا كمل هتبقى ساعه. مختصر مداخله على كلمة. انا عايزكم مداخلات اكمل افضل مداخلات. طيب انا دلوقتي حقف، يعني يمكن شرحت بعض الاشياء بالنسبه لل طب حاضر، وانتوا بقى بسم الله ما شاء الله توكلوا على الله واسالوني اسئله محرجه، انا عايز اعرق، عايز احرج واخاف كده من الكاميرا. ها ها احرجني لو سمحت. لا قصدي احرجني يا عم احرجني. هيقول لي بارك الله، بارك عليك، تقول لي بارك الله فيك. اتفضل تعال هنا جنبنا عشان الناس تشوفك. والله كده كويس. تعال جنبي، تعال جنبي، انه لامر. اتفضل كلم الناس انت. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله. عندما بنيت المؤسسه هذه، مؤسسه الجمع التبرعات، في السابق كان ما في هذه المسائل مثل الإرهاب والشبهات الكثيرة اللي تدور حول غسيل الأموال وهكذا. نعم. كان في يعني في طهور، كان في ما في كان الوضع غير طهور مش طهور. إيه. كان الوضع يعني غير معقد كاليوم. خدت بالك الفرق بين الاثنين إيه؟ إيه. الطهور مش طهور. خلاص ما نركز على هالنقطة. طيب. المعنى المعنى. خلاص. المعنى. طيب. يعني. الآن الإنسان يعني سابقا كان الإنسان بريء حتى تثبت إدانته. صح. الآن مدان حتى تثبت براءته. مزبوط. هذه ليست من عوائق. طيب. نعم. طيب أنا اللي أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ده مش معنى كده إن ما كانش فيه يمين متطرف في الثمانينات، كان فيه بس كان أقل. ده مش معنى كده كان فيه حرب على الإرهاب، الإسلام وتكفيف المنافع كان فيه أيضا بس اقل من دلوقتي. انت في مثل كده يعني اعمل الصح يحتر عدوك فيك، والصح سواء كنت انت في مناخ سيء او مناخ جيد. دي نمره واحد. نمره اتنين، من اهم الاشياء اللي احنا عملناها بعد ما اول مسيره 5 سنوات او 10 أو 8 سنوات، انفتحنا على الجميع. فاهمين يا شباب؟ انفتحنا على الجميع اللي هم المسلمين وغير المسلمين، لما الجمعيات والحكومات، لما المؤسسات الأممية. فلذلك لما جت أحداث 11 سبتمبر في 2001 كنا معروفين لدى من يكتب التقارير السرية والعلنية، فلم تستأصل الجمعية في 2001، لكن استأصلت جمعيات أخرى كانت منكمشة على أنفسها وكانت مضيقة على نفسها. فحاليا صح في كل المشاكل بتتكلم فيها دلوقتي، بس أنت دورك إيه؟ هل أنت منفتح على المجتمع؟ هل انت بتسعى الى ان تبني شراكات مع الاخرين؟ هل انت كل دخلك ومصاريفك بتصرفها بطريقة شفافية؟ هل انت عندك مرجعية؟ هل انت عندك محاسبية؟ هل انت عندك كل هذه الاشياء ولا ما عندكش؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، سواء كانت الدنيا ظلمة او الدنيا نور. فلابد نرجع للقاعدة، اعمل الصح يحتار عدوك فيك. خدت بالك؟ فده بالنسبة كده. اي حد تاني من الشباب تفضل. كلم الناس. السلام عليكم يا ناس. عليكم السلام. الله
اللهم صل على النبي. بالنسبة في موضوعين، تذكير وسؤال. خلاص سيبه. التذكير إنه أي عمل لازم نية، ولا الواحد ما استفاد شيء. يعني إذا ما عنده نية لله كل عمله ذهب هباء، نجح أم لم ينجح. فهذه أهم نقطة. النقطة الأخرى بالنسبة لما تفضلت إنه رئيس الجمعية يبقى 1000 سنة إلا 50 رئيس للجمعية، ما هو نبي أصلا. نعم، ويعيش طويلا. نعم. طيب إذا فتحنا المجال وصار اختراق وأخذوا من الجمعية، صار إيه؟ هو الحل. صار إيه؟ صار إيه؟ اختراق. اختراق إيجابي ولا سلبي؟ لا، ما ممكن يكون سلبي وممكن يكون إيجابي. طيب. إذا إيجابي لا مشكلة. طيب. لكن اختراق. اختراق بشكل انبطاح. لا 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 لا، أنه يأتي. أنا مجموعة. أنا مش مختلف معك. مجموعة ويسيطر على الجمعية ويحول مسارها. نعم. فهذا الذي يخاف منه، ولا يوجد ثقة بين الناس في هذا المجال. فما طيب. هو الحل؟ حاضر حاضر. أنت الأولانية كان تعليقها. الأولانية كان تذكير، يعني هو تذكير. إنما عمله بالنيات، وإنما كل من امرئ ما نوى. جزاكم الله خير. شوف يا أخي الفاضل، أخ حاتم المفروض إيه؟ أنت بيكون عندك نظام في المؤسسة. النظام ده بتحط فيه انتخابات دورية. الانتخابات دي بتحط لها معايير، بتعمل مجالس داخل المؤسسة. نعم. المؤسسة تعتبرها أنها مش مؤسستك. بيكون الإحلال والتغيير ده شيء مستمر دوريا، كل سنتين، كل 4 سنين، كل 3 سنين، كل 5 سنين إلى آخره. لأن لن أخلد أنا، وأنت لن تخلد، وغيرنا لن يخلد. داخل المؤسسة يا شباب وفي المجتمع لابد أن أنا أربي كفاءات، أربي شباب صغيرين. وده أسوأ شيء عندنا إحنا كعرب وكمسلمين، ما بنعرفش نربي كفاءات وإحنا داخل مؤسسات. يعني أرجع للبنان تاني عشان أنت موجودة وعشان ده حصل لي. أنا بتكلم مع أحد الإخوة اللي بقاله 30-40 سنة، قلت له أنا جيت هنا من 10 سنين، قلت له لسه أنا يعني الشباب ما استووش. بعد 10 سنين ما استووش الشباب، يبقى أنت فاشل خلاص. فتربية الكفاءات داخل المؤسسات، تربية الكفاءات في المجتمع، وبالك الانفتاح على المجتمع علشان تقاء الناس وترشيحهم إلى آخره، ده بيخلي المسيرة ماشية. فيعني أنا هقول لحضرتك حاجة. المؤسسات الدولية الكبيرة زي أوكسفام وسيف ذا تشيلدرن وكير انترناشنال واو والآخره، ليه مش خايفين زي ما احنا خايفين؟ ليه بيعلنوا عن كل شيء على الشفافية؟ مبالك وبيخش عشان في مصداقية. ايوه، جزاك الله خير. في مصداقية وفي مرجعية، وعارفين السي في الوصف الوظيفي. يعني مثلا عايز حضرتك يا اخ خالد، مش خالد، حاتم، اخ حاتم، انا عايز اجيبك ليه؟ عشان انت صاحبي، وانا عايز اجيبك انا عايز واحد متخصص في الاقتصاد، متخصص في الاعلام، متخصص في البرامج، متخصص في الحسابات. فانا بعمل الاعلام بتاع عضويه مجلس اداره، ان انا عايز عضو مجلس اداره يكون عنده تخصص في العمل المجتمعي او في المانجمنت او في المراجعات الحسابيه او في الاعلام او في السياسه او في اي حاجه خالص من دول. هيتقدم لي الناس وانا عضو وانا مجلس اداره 5 أو 10 أو 20 بالتخصص ده لوحده، فهنتقي منهم اللي بتحتاجه المؤسسه. فلذلك ده اللي بيعمله الغرب، وده اللي احنا ما بنعملوش. اتفضل. اذا كان الشخص لا يؤمن بالفكره اللي انت اخترته، ما انت في النهايه، انا لسه ما اخترتش. في النهايه هيقدم لي مثلا في الحسابات 15 واحد، انا هاخد اقربهم ليا مهنيا وفكريا وقيميا. وبعدين خلي بالك، احنا زي ما تقول ايه، مش هنختار ناس زي بالظبط. مش ممكن كل الاجيال هتبقى زيك، لان الفكر اللي مثلا جيل قمر والاخوات اللي ورا دول، هم الشباب الصغيرين دول، بيفكر بطريقه مختلفه تماما عني انا. قد تكون هي نفس القيمه ونفس التقليد، لكن هم بيفكروا مختلف تماما عني انا. في جمعية اسمها ياك بتحارب الربا، وأحضروا حضروا 3 شخصيات من مصر مختصين بالاقتصاد الإسلامي. لكن اللي حدث أنه وظفوا أناس كما تفضلت اقتصاديين، لأنه هو صار بنك. كان جمعية
تتحول الى بنك. شفت بقى نمت الفكره ازاي؟ اي ونمت وبدات في الدنمارك ونمت. لكن الذي حدث وانا على اتصال بهم يعني كثيف انه وظفوا اناس لا يؤمنون بالفكره. فما الذي حدث؟ صار يعني البنك انحاد عن مساره واهدافه. فهذه النقطه فلذلك انا هقول لحضرتك حاجه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من غير الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه وصورتك ارسلت الكهف انت ولا لسه؟ انت بالذات انت قرات سوره الكهف اليوم؟ يعني نعم. المهم انا قلت لك كلمتين. قلت لك ان انت الاحلال بيكون بالتدريج. قلت لك الاحلال بيكون في جزء من النساء، جزء من الشباب، جزء من الناس تانيين. انا بربي كفاءات داخل المؤسسه صح؟ بربي. لا، من انت صاحب الفكره. يعني الانبياء عليهم الصلاه والسلام اجمعين كانوا يربوا حواريين عليهم السلام، يربوا صحابه عليهم السلام، يربوا كل هؤلاء. هم اللي شالوا اهم حمل نشر دعوه الفكره. شفت؟ اهم حمل نشر دعوه الفكره. الهم شيء والحمل شيء تاني، والنشر شيء والدعوه شيء تاني، والفكره شيء ثالث. شوف قلت خمس نقط ازاي. انا تهت فيها فانت لازم تتوه فيها. انا تايه من زمان خلاص. اخد بالك؟ يعني الهم يختلف عن الحمل. اخد بالك؟ فما ننظر لمثل هذا الشيء انا بقعد بعمل لهم انترفيو، يعني مقابله خاصه لما بيجوا. اي واحد انا بعينه في المؤسسه سواء كان موظف او كان عضو مجلس، انا بعمل له مقابله. واشوف ايه هو القيم ايه. وبعدين انا لو ما عنديش فريق عمل داخل المؤسسه من الامناء او اعضاء مجلس اداره والموظفين يؤمنوا بالفكره، عمر ما حد الجديد هيجي لك هيمشي على نفس الهدي بتاعك انت ومعك. فالمسيره دي الخوف مش عايزين نحوله الى رعب. ها، ممكن هيجي لك واحد لكن مش هيجي لك كل الناس. لو انت عملت السيستم اللي بتتكلم عليه وفي السيستم ده اخترت حطيت المعايير والقياسات والسياسات علشان تطبق هدف الفكره وقيم الفكره وثقافه الفكره. جزاكم الله خير. الاخوات حد في معايا عايز يسال سؤال؟ برشا اسمه ايه رئيس الجمهوريه التونسي؟ ها؟ قيس. يعني هي بتشجعني وان انا يعني طيب شكرا. تشجيع انت ما حدش فيكم بيشجعني انتوا ليه في الاول؟ وانت قاعد تشرب شاي ما فيش تشجيع؟ انت بتديني اسئله؟ ما فيش اسئله بقى محرجه؟ تعال انت اسال سؤال. طب انت ما زلت رئيس الجمعيه ولا هو؟ انا الجمعيه فيهم. لا قصدي هاي. لا انا صلوا على النبي. اعطيها. عنده مجال. تعال اسال. احرجني. انا عايزك تحرجني انا. تعال يلا اسال. اسال احرجني انا. لا ما والله انا بس اتساءل يعني انه ليش مؤسساتنا حتى بالغرب يعني او جمعياتنا لم تنجح او لم تترقى الى مستوى المؤسساتيه. شو السبب يعني بالذات المراكز الاسلاميه؟ وانت عشت بالغرب فتره طويله قبل انت ما تولد يعني، واكيد يعني انه نظرت الى الاسباب يعني. طيب ليه ما بنتقدمش؟ احنا جايين بمشاكلنا معانا. جايين بمشاكلنا معانا، مشاكلنا الثقافيه، مشاكلنا الفكريه، مشاكلنا العقيديه. وكلما ازداد المال بين ايدينا كلما انقسمنا. احنا كنا زمان في المركز الاسلامي بنصلي خمس صلوات عيد مع بعض ورا بعض، الصوفيين والديوبنديين والسلفيين والاخوان والجماعه الاسلاميه صلوات. دلوقتي لما زادت الفلوس بأصبح في كل جامع ثلاث صلوات او اربع صلوات. ده شيء مش وحش، لكن انا في داخل الجامع بقول ايه؟ ببني الجامع بتاعي مش ببني المجتمع بتاعي. ببني المسجد بتاعي مش ببني. المفروض المسجد نعرفه ان المسجد ليس ملكا لجماعه او لحزب او لفصيل. لماذا؟ لان انا مثلا هديك مثلا، لو كان الامر بيدي وكنت انا مسؤول عن تسجيل الجمعيات خاصه المساجد، هشوف التبرعات اللي بتيجي من الجماعه معينه او من مجموعه معينه بتساوي قد ايه. افرض انا من الجماعه الاسلاميه مثلا واعضاء الجماعه بتوعي بيتبرعوا ب 15% و 20%، لكن هم اللي بيديروا المسجد. انا اقول لهم لا،
المجتمع بيتبرع ب 80%، يبقى المجتمع من حقه انه يمثل ب 80% وانتوا تمثلوا بال 20% او 15%. ده ما بيحصلش، لان احنا بنبني المسجد وبنحنا نتحكم في اداره المسجد، وساعات بنقصي مثل هؤلاء الناس. فاحنا فكرنا حتى الفكر الجمعوي الاسلامي، عشان ما نحرجش حد خالص يعني، اصبح ليس فكر مجمع اسلامي. بمعنى ايه؟ انا كجمعيه اسلاميه او يعني مش عارف احرج احد يعني، انا المفروض ان انا اجمع حولي كل من يؤمنون بفكري وكل من لا يؤمنون بفكري، ولا اقصي احد. وده احنا بنسميه الانكلوسيفيتي. يعني ايه بالعربي الانكلوسيفيتي؟ يعني ايه؟ ان السماح للمكونات المجتمعيه المختلفه انها تكون معي. اهم شيء يا شباب او يا شابات، انا كنت من يومين امبارح، ولا انا جيت هنا امتى؟ امبارح، النهارده الجمعه، يبقى لا الاربعاء، كنت مع مجموعه في برادفورد اسمها الكونسل، او هي كونسل يعني ايه بالانجليزي بالعربي قصدي، مجلس النساء المسلمات في برادفورد، بقى لهم 10 سنين. وصل الامر بيهم ان ما اصبح ما لهمش مكان في المسجد، سواء كان المسجد ده من الجماعه دي او من الجماعه دي او من الجماعه دي، ودول نسائنا يعني، دي بنتي ودي اختي ودي مراتي ودي امي ودي خالتي ودي عمتي، ها، ما عندناش نفس المكان اللي هي تقدر تصلي فيه في المسجد. ففكرت عارف يعملوا ايه؟ يعملوا مسجد للنساء. هو مش حرام تعمل مسجد للنساء، ها، يعني جمعيه ليه؟ لان انت مش مديها مساحه انها تيجي في المسجد، ودي ليها بقى ده على فكر جمعيه معينه ولا جماعه معينه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هي جزء من المجتمع ولا نص المجتمع، وانت مش مسامح لها انها تيجي في المجتمع. مين اللي هيربي ولادك؟ مين اللي هياخد باله؟ وبعدين نرجع نشتكي من ايه؟ الولاد شردوا، لان الام يعني مثلا لما كنت انا بوزع اوراق، انا طول عمري بمشي في الشوارع اوزع الاوراق، بقى اوزع الاوراق كده، كنت بوزعها على البيوت، امشي انا بشخصيا شخصيا مش بشخصيه، شخصيا اخبط على البيوت ووزع على المحلات. كنت والله بعمل كده، كان معايا كيس بلاستيك كده وامشي على في الحواري بتاع برمنغهام اوزع الاوراق في البيوت. فكنت بجد البنات اللي عندهم 16 سنه و17 سنه قاعدين في البيت، لكن الاب الجاهل في الوقت ده في الثمانينات بيقول لو البنت بلغت ما تكملش تعليمها، تقعد في البيت خلاص. انا بقى لما كنت بخبط على الابواب دي كده هو وخش، ها، وتفتح لي وتخرج البنت، بسمع ايه؟ بسمع التلفزيون. هي بتسمع ايه؟ الاشياء اللي هي الاب عمره ما هيسمح لها انها تسمعها، لان قاعد ما بتعملش حاجه. فانا حرمتها من التعليم ورميتها في وسط ثقافه غيرت فكرها ومخها. لذلك كل المشاكل اللي حصلت فيما بعد دي علشان عدم وجود مكان للنساء داخل المسجد. يا ايها ايه؟ لا تحرموا اماء الله من، اقول الحديث كده تاني، هي مساجد الله مش مساجد ابويا وامي ولا جماعتي ولا شركتي ولا اي حاجه، صح ولا غلط؟ باي حق انا؟ فشوف بنتكلم عن حاجه زي كده هو. فنرجع للنقطه الاساسيه انهم بداوا النساء يفكروا، وده فين؟ ده في بريطانيا العظمى. فاحنا جايين بفكر، حاضر، جايين بفكر مغلوط، جايين برؤيه مغلوطه، جايين بائمه ومسميهم بعضهم مسميهم علماء ومفتيين. انا ابويا الله يرحمه، الله يرحمه مات يعني بخمس، يعني عشان يخش الازهر، ها، كان حافظ القران وحافظ السنه زياده، كانت السنه الاحاديث الحاجات دي كلها، وقعد 20 سنه يتعلم، وكان امتحان الشفوي بتاع اللي هي شهاده العالميه، العالميه دلوقتي بتساوي الماجستير، 5 ساعات شفوي. سمعت الكلمه؟ اقولها تاني، 5 ساعات شفوي مع 6 أو 7 مشايخ، 6 أو 7 مشايخ بيسألوا في كل شيء. لما خرج من الامتحان ده بيقول القصة دي دايما، لأن أبويا حكاها لله يرحمه يعني قبل ما يموت، كان يعني خرج من كتر العرق، العرق جه على اللي هو الطربوش اللي هو أحمر يعني، كل ملابسه الداخلية أصبحت حمراء، لأن أصبح يعني إجهاد. ها؟ طربوش فاتسك، ها؟ الصناعة الطربوش فيها تزوير يعني.
يا عم خلاص فوت بقى فوت. ايامك ده دلوقتي ده دلوقتي الترابيش ترابيش يعني ها دلوقتي بقى ايه من غير ما تعرق هي بتنزل عليك واخد بالك. فالمهم فلما خرج بيسالهم كده قال له عشان يا شيخ عبده لما تقف على المنبر هتسال لتفتي هتسال لتفتي. كان بيسال في الشعر وفي التاريخ وفي السيره وفي الحديث وفي الفقه وكل الاشياء دي كلها. ليه؟ لانه مجرد ما لبس العمه والجبه والقفطان الناس تقول لي يا شيخ عبد ايه رايك انا بس عامل حاجه مراتي كذا ابني كذا خالتي كذا الميراث كذا الى اخره فهتفتي. دلوقتي ده مش موجود ربنا اما تنظر لمثل هذه الاشياء. فاحنا فين العلماء اللي احنا جايبينهم؟ علماء نصكم وبنسميهم اسماء الى اخره. فاحنا جايين بمشاكلنا. الاخت اتفضلي تعالي عشان تكلمي الجمهور. طب خلاص ما فيش مشكله هسمح لك. ها أنا بالنسبة لأنه مؤسسة وخاصة مؤسسة طبعا إذا رجال ولا نساء بس النساء لما يكونوا تجمع نساء من خلال خبرتي وعملي بهالمركز لقيت النساء بحاجة كتير لنعمل مثل جمعية دافع مساعدات إنسانية كويس خاصة هون بجدنا من خلال خبرتنا بالسويد. أها تفضلي. ومن خلال عملي وتواجدي بالمسجد مع النساء طبعا بيجوا ناس كثير تعبانين ناس كثير بحاجه لمساعده خاصه لما بكون بينطلب مثلا كمان لما يكون بيطلبوا منا لما يكون اخر ايامهم بيحطوهم بمكان مثلا بدهم ايام وخلص بقولوا انهم صار ميؤوس من وضعهم. بالنسبة للمؤسسة اللي عم تحكي عنها أنا بأيدها 100% أن تكون مؤسسة كمان نسائية عشان النساء بدل عندهم عطاء وصبر بالتجاوب مع الأعمال الإنسانية بلاقي عندهم قدرات أكثر. نعم احترامي نعم نعم لذلك أسست تقريبا من أسبوع قمت بالفكرة وهي الفكرة كانت عم تراودني إلى حتى طويل. نعم قمت بالفكرة وألفت تقريبا في الهيئة يعني لجنة من عدة نساء زراب ناس ومتواجدة ناس. نعم انه نحن نساعد مع النساء اللي هن بحاجة لمساعدة مساعدة انسانية بحت. كويس فهمت علي؟ اكثر شيء لحالاتهم المرضية بالمستشفيات. نعم وبعدين اجتنا فكرة ثانية للمسنين اللي قاعدين ببيوت كويس النساء المسلمين اللي ما لهم حدا احيانا اولادهم ملهيين باعمالهم احيانا ما لهم وقت يروحوا يطلعوا عليهم كل اسبوع مره. كويس كمان فكرت بهالمركز هون بيبيح لعده شغلات نقدر نعمل فيه خاصه بالصوره خاصه نحن كمسلمين. قلت هيدي النساء فكرت انه صير ادعيهم اعمل لهم بالاسبوع مره تجمع اول شيء بيتحدثوا مع بعض بحسوا حالهم قاعد بتونسوا بنحط لهم احيانا محاضرات طبيه محاضرات ثقافيه لهم بحسوا حالهم هن عايشين لحالهم. كويس وانا بتشكرك كثير كثير وشغله انه الجمعيات وشغله المؤسسات شغله كثير كثير مهمه خاصه المجتمع هون بالمغرب. شكرا جزاك الله خير. طيب طب انا بس مش بقول ان النساء ما كلهمش جمعيات بالعكس انا بس بقول ان الجمعيات يكون فيها نساء وشباب ده يختلف لان تعرفوا انا هديكي مثل في كتير جدا من مجتمعات المحافظه الازواج بيرفضوا اي رجل يخش البيت عندهم واخد بالك خاصه لو كانت يعني مثلا احنا في افغانستان ايام الحرب كانت ممكن المراه تموت لان ما فيش طبيبه عشان تخش البيت عند الافغاني ده كان في نساء فعلا بتموت لان مش قادره تولد يعني بيحصل تضاعفات. فلذلك يعني حتى انا يعني انفتاح المراه على المراه يختلف تماما عن انفتاح المراه على الرجل لان في دي طبيعه البشر. فانا عايزك في المؤسسه اللي يكون فيها الكبيره المسجد تكون انت في مجلس الاداره بتاعه المسجد وفي نفس الوقت لو انت عايز تعملي مؤسسه ليكي نسائيه ما فيش مشكله ابدا فيها بس المهم انك تنجحي. المهم انك تنجحي مش بس احنا بنعمل مؤسسه عشان تبقى للنساء فقط وبعدين ما تنجحيش واخده بالك.
فنحن نتكلم عليه ايه؟ ان دورك انت في المجتمع ايه؟ هو دور انت عايز تكلمي؟ لا بس اقول لك انه الانسان لما بده ينجح اول شغله ما يكون في دافع مادي. ها؟ أه؟ هو دافع الانسان. اه يكون عنده متجرد. لا عشان على التسجيل التسجيل. يكون هيدا شغله يعني من نفسه طالعه. اه. ما يكون في دافع مادي انه هو بده ياسس هذه المؤسسه انه عشان يجي ممكن دخل مادي. هو بحث انه طالع شيء من نفسه للانسان. نعم. يعني تعامل انساني بحت. فهمت علي كيف؟ كويس. انا بقدر اسعد العالم كويس، انا بكون بكمه السعاده. نعم. بوصل سعاده. نعم. مبسوطين العالم. نعم. جزاك الله خير. انا موافق معاك 100% ان قد يكون المؤسس ليس عنده رغبه في التكسب، واخد بالك؟ واعطاك مجلس اداره، واعطاك مجلس اداره، لكن انا المؤسسه كبرت، عايز سكرتيره، عايز محاسب، عايز مسؤول مشاريع، عايز مسؤول اتصالات، فلازم اوظف ناس. فبالتالي مش حرام ان انا اوظف حد في اي مستشفى في جامع او الى اخره. لكن اللي انا بتكلم عليه دلوقتي، انا لو عندي دخل مش هاخد فلوس، واخد بالك؟ لكن لو ما عنديش دخل وهتفرغ، لابد الهيئه او الجمعيه او المسجد او الكنيسه توفر لي دخل، عشان زي ما حصل لسيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما جه خد الخلافه ونزل يشتغل في السوق يتاجر. فسيدنا عمر شو اللي عمل له المرتب الشهري؟ قال له كذا كذا. قال له رايح فين انت؟ قال له انا عايز، انا دلوقتي اصبحت عايز ااكل ولادي وعيالي الى اخره. فقال لا، هنقطع لك من بيت المال راتب ليك، واخد بالك؟ ليه؟ لانه اصبحت وظيفه، بالرغم من ده كان ثانيه اثنين يقدمها في الغار. واضح الموضوع؟ لكن انا بتكلم عليه ان انت كامراه او انت كشابه او انت كشاب عايزينك تكون انت في دورك. ليه؟ لان يا اخوانا انا مثلا انا والدكتور واخد بالك انيس استأنس الله استأنس بك كل مؤمن ومؤمنه، جزاك الله خير، حتى غير المؤمنين يستأنسوا بك. الله بك وهن الله بك يا هاني هؤلاء. هو من بلد انا بعشقها، تاريخ امه وتاريخ بلاد ما بين النهرين كل الحاجات دي كلها. يعني انا رفضت ادخل العراق الا من بغداد سنه، ودخلت في 96 ما دخلتش في 92. ما شاء الله رفضت، واقولها على الملأ، ولا على الملأ، واللي يحبني يحبني واللي ما يحبنيش مش مهم. وانا التقيتك هناك ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقك، وانت كان خيرك علينا. ربنا يكرمكم ان شاء الله. طب اما نرجع في الامر ده كله، من كان عنده قدره على ان يتطوع في العمل يتطوع، ومن احب العمل وكان يحتاج لمال فنعطيه المال، لانها اصبحت وظيفه وتفرغ ومهنه. انت حضرتك هتتكلم انت، مش بقول لك ايه؟ تعالى تعالى انت بقى، انت برشا برشا ولا واخا واخا ولا لا تقطع كله؟ لا انت ايه، مغربي ولا ها؟ واخا 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 واخا. في حد واخا هنا؟ واخا سيدي. نعم. انا اسمع مرات في جدل كبير جدا حول القيمة المالية اللي يأخذها المتبرع من الجمعيات، أنه له 15% ولا 10%، هذه خاصة بالناس العاملين على التبرعات وعلى شيء. هل هذا جائز ولا في شيء نظرة شرعية ولا كيف؟ طيب، لأن الناس عملوا منه ملايير وملايير من هذا. طيب خلاص. عناية ليك. يعني فيش حاجة كده محرجة شوية؟ لا. ما في. عملت من الملايير انت؟ لا انا عملت مش ملايير، عملت تريليونات. ما في عمل بدون تكلفه اداريه. لا من ناحيه الشرعيه. انا مش مختلف معاك، ربنا قال والعاملين عليها. من ناحيه الشرعيه اللي هو يعني الناس بتقول انتم من الزكاه، والناس بتزودها شويه وبتقللها شويه. احنا في العمل من خبرتنا في العمل الاجتماعي قد تصل المصاريف الاداريه في مشروع صغير على مستوى الوطن، على مستوى الشارع او مستوى الحي 5%، وقد تصل الى 50% او 70%. انا بس بقول لك الكلام عشان ايه؟ طب انت عامل كده، اعمل كده كده بقى، اتخض كده اتخض. يعني انا اقول لك في اماكن، ودي كانت فتوى الله يرحمه الشيخ فيصل المولوي عندكم انتوا في لبنان، رحمه الله عليه، كنا قاعدين معاه مره من المرات، قال المصاريف الاداريه ليست لها سقف. اذا في اماكن صعب الوصول اليها وسيموت الناس إن لم تصل إليها الأموال، وتكلفت هذه المصاريف إلى إيصال المال إن النص يروح والنص يبدأ
خليها إن شاء الله تكون 50%. بس دي استثناءات، استثناءات. أديكم أنا مثل، حصل عندكم إسقاط جوي في العراق يعني بالطيارات. طيب أنا دلوقتي هنزل أكبر طيارة بتنزل إسقاط جوي 30-40 طن. عشان تطلع طيارة ال 40 طن مش هيكلفوا مثلا الطن مثلا ب $200 بتوع اللي هم الدقيق، $200 في 40 يعني 8000 ولا $10,000. خلاص الطياره تكلفتها ممكن 30-40,000 دولار. يعني شوف انت طلعت انت حاجه ب $20,000 كلفتها $40,000. ليه؟ لان في ناس بتموت، ده استثناء. في جنوب السودان لما كان في حرب، في حد سوداني هنا ولا فيش؟ انت سوداني ولا اريتري ولا تجراني؟ مش انت في تجراي وتجراي واريتريا؟ طب خلاص انت من كسله بقى. ابو السودان بسم الله ما شاء الله مبارك. فلما كان في حرب ما بين الشمال والجنوب في السودان، لما يجي الشتاء كل الطرق في الجنوب مغلقه لان ما فيهاش طرق مسافلته، فيقعد الطريق مغلق لمده 3 أو 4 أشهر. فكان بيحصل فيه اسقاط جوي. ليه؟ لان كان ممنوع نقل المواد الغذائيه والاغاثيه من الشمال للجنوب عن طريق نهر النيل. قرار سياسي من دولة معينة، دولة سيادية. دولة ايه؟ سيادية. لا. لأن يا عم خلاص بقى. أخبرك. فما ننظر لمثل هذه الأشياء، فكان بيعملوا الأمم المتحدة، كان بيروحوا كل المعونات ينزلوها الجنوب وينزلوها إسقاط في فصل الشتاء. دي كان بتوصل المصاريف الإدارية ل 60% أو أكتر. لماذا؟ لأن الناس هتموت. لو ما قادرين يحصدوا الزرع ولا قادرين ياكلوا، والناس ما ايه مشتتين في وسط الحرب. فالمصاريف الاداريه المتفق عليها الى 15-20% اقصى. ده بالنسبه للعمل الدولي مش العمل المحلي. العمل الدولي اللي عندك مكتب الف ومكتب ب ومكتب ج، العمل المحلي بيكون اقل. لكن في استثناءات على حسب الظرف. يعني احنا مثلا في بعد 2001 كنا عشان نطلع ال 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 الدقيق للجبال كنا بنأجر حمير. كل حمار كان بيشيل له 40-50 كيلو على ظهره. شوف بقى كم حمار يطلع وكم حمار ينزل، بتتكلف كل حمار قد ايه؟ واخد بالك؟ فدي تكاليف زياده. لما انت مثلا مين اللي من بور السودان؟ من بور السودان. اما انا ابعت لك شحنه على بور السودان عشان توزعها في دارفور، مسافه بين بور السودان ودارفور كم 1000 كيلو؟ كم يوم بالعربيه؟ بتاع 3 أيام بالعربيه باللوري. فلو كان المادة حتى بتشتريها من الخرطوم علشان توديها لدارفور او توديها لكسر او حاجة كده، انت بتمشي بتكلفة اخرى عبال ما توصل من بس الخرطوم لدارفور، بتزداد يمكن 10 أو 15% في قيمة السلعة نفسها. ليس سؤال مصطفى. ها؟ أم. سؤال مصطفى يقول لك الآن أنت تعمل في الإغاثة، ها؟ هل تأخذ 5% أو 10%؟ أنا شخصيا؟ أنا لا 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 شخص لا 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 هو ده يسأله. أوه لا لا شخص لا الشخص اللي يأخذ 5% لا 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 أنا أرفض. لا شخص لي موالي الآن مثلا مصطفى يشتغل بالإغاثة يأخذ مثلا يأخذ 10% الجائز يقول لك لا. أنا في رأيي الشخصي ده حصل. أنا هقول لك حصل إزاي. في رأيي الشخصي أدي مرتب، قبلت المرتب قبلت، ما قبلتش أنت حر. والمرتب ده أريحك فيه، بس هقول لك إيه، هريحك فيه عشان تشتغل 40 ساعة أو 50 ساعة في الأسبوع، لكن يوم أما يحصل فيه مشكلة هشغلك 80 ساعة. موافق يا مصطفى؟ موافق. أما إن أنا أديله جزء من النسبة، لا لا يمكن. أنا في رأيي أنا الشخصي، ودي بتحصل والمؤاخذة يعني بعض الناس بيجيبوا شباب بيجمعوا لهم تبرعات. ايوه انا ما انا عارف انا برضك يعني. فبيفرض عليه 10%. يقول له لا يا بابا انت نازل باسم مين؟ نازل باسم اسمها اسم المؤسسه بتاعتكم اسمها وسيله، مش كده ولا وسيله ولا وصل؟ لو انت نازل باسمك الشخص ما حدش هيديك انا مليم، لكن الناس عارفه وصل فبيديك عشان وصل، فانا مش هديك نسبه. انت قول لي عايز في الشهر كذا هديهولك، دي امكانياتي، لكن اديك نسبه ابدا. انا شخصيا ارفض قطعا من ناحيه فهمي
وخبرتي أننا أدي نسبة على الإطلاق، لكن أدي مرتب متفق عليه وحسبك على الأداء بتاعك. وسألك عن هل يجوز شرعا يأخذ هذا؟ شرعا نتكلم بقى المشايخ، لأن أنا لست فقيها. أنا أنت تعمل بهذا المجال. أنا 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 شخصيا من ناحية الناحية فهمي المجتمعي أرفض. اتفضل. تعال تعال تعال. أنت أنت ما أنت أنت اللي حجب لنا مشاكل أنت. ما كنا مندور عليكم من زمان. تعال أنت بتاع المشاكل. الجزمة الجزمة بس شيك أوي، أنا عجباني الجزمة دي. بالنسبه للعاملين في القطاع الخيري، هو حقيقه احد القطاعات مثل القطاع الحكومي والقطاع التجاري. اللي بيشتغلوا في هذا القطاع حقيقه يجب ان يكونوا موظفين متفرغين في راس العمل. هناك في بعض الاخوه متطوعين يريد ان يتطوع باجر، مو يتطوع يعني يعمل بمكافاه، وبعضهم يتطوع ما بياخذ شيء. كل فئه من هؤلاء حقيقه لها تصنيف محدد، نعم. لكن العمل المؤسسي لا يقوم الا بموظفين متفرغين، نعم. فلما ناخذ مثلا تبرعات نحن من جهات مالحه او جهات خيريه او زكوات او صدقات او المصارف المعروفه للزكاه او غيرها او من اوقاف، من الفتوى جاءت كيف؟ جاءت انه الله سبحانه وتعالى عندما ذكر اصناف الذين تستحق عليهم الزكاه ذكر العاملين عليها. العاملين عليها، العاملين عليها هم جزء من الناس القائمين على هذا العمل. فهذه الفتوى حقيقة جاءت من عدة جهات ومصادر، منها هيئة الإفتاء في السعودية وفي مصر وفي عدة أماكن تقريبا، أفتوا إنه هؤلاء الذين يشتغلوا في الأعمال الخيرية يستحقوا أن يكون لهم رواتب مجزية من الزكاة نفسها، صح، من نفس الزكاة، من نفس ما يعطى لهذا. نجي في كلمة الدكتور هاني، النسبة لديه بالقرب المؤسسات يتكلم عنها الدكتور هاني، إذا كانت مؤسسات خيرية كبيرة عندها نسبة محددة تستقطعها، أحيانا تكون 12%، أحيانا تكون 20%، أحيانا 13% حسب حجم العمل. لكن هناك في إشكال كبير في المؤسسات الكبيرة التي تعمل مع الأمم المتحدة. هذه المؤسسات حقيقة تصل ما هو يعني المصاريف الإدارية حقها فوق 50% إلى 60%، ودكتور هاني يعرف هذا الأمر. بس حبيت أداخل هذا المداخل مع الدكتور. جزاكم الله خير. دكتور برضو الأخ عبد القادر كان يريد أن يداخل وقال لي أفتح الباب مع الدكتور. يلا أفتح الباب، دي المفتاح. تعال يا عبده. يا عبده تعال يا عبده. تعال جنب هنا يا عبده. انا اقول له عبده هو قال لي نقه طبعا يعني انا صراحه مو الاساس المكان يعني يعني ما اقولوش عبده ما اقولوش عبده كل حاجه انا مشيت كفر حاج مدلعك الدوار والسويس وكل شيء كفرت الدار يعني لا كفر الدوار ما في كفر الشيخ وكفر الدوار شكرا للاستاذ كلام الجميل هذا الحمد لله كلم الجمهور نعم بس يعني هذه الأشياء يعني نحن من خلال التجربة طبعاً كثير مننا نعتقد نشتغل في مؤسسات كثيرة إما تكون إثنية على جالية معينة أو تكون إسلامية أو تكون رياضية أيا كانت. بعدنا برضه عانوا من بعض الأشياء. الأشياء اللي عانينا منها أكبر شيء مشكلة عدم الوضوح في يعني إيش الأشياء اللي نحن نمشي بالقوانين في المكان. هل نمشي عشان الناس يتنافسوا في شيء واضح يعني. هل هو مثلا عندنا شورى؟ هل عندنا طاعة؟ هل عندنا قوانين معينة بحيث أي إنسان يحقر ويتنافس اللي يقدر يعطي يعرف أي باب أفتح وكيف أمشي؟ هذه الأشياء كانت طبيعية يعني. الأمر الثاني صراحة الأمر الثاني ما كان في الفصل بين الشيء الفردي أنا مصلحتي وأهلي وكذا وكذا والشيء اللي هو مصلحة المصلحة العامة. تمام. هذا كلنا معظم الناس اللي جوا من البلاد الأخرى هنا وإلا في واحد حوله ثلاثة أربعة من أهله كل أسبوعين حيسألوه له ما شكله يا أخي أنت موجود افتح لنا الباب ساعدنا فنحن لم ما عملنا لن غطى أتيناها أكل ولا تركناها ضرر إيش تأكل من خشب الأرض فما ما عمل أي طريقة مثلا لكيف ما درسنا نحن إن يا أخوانا لما تكون في موقع مسؤولية وتكون في عمل كيف حتفرغ بين الشيء الفردي وهي حاجات يعني مهمة الإنسان لو ما لو أخوه عنده مشكلة كبيرة لو أمه تتصل به دائما كيف حيعمل يعني هو متبرع شغال بمرتب معين صغير مؤسسة وعنده وقت فنحن ما كان في أي دروس كان في دروس تزكية النفس لكن ولا مرة جانا درس الكربشن كيف نعمله صح التسيب المالي لما الدنيا تفتح علينا والمؤسسات تجينا وكذا كيف نتعامل مع المال ما كان فيه حاجة ثالثة في مؤسسات كبيرة والله واحد يقول لك كان في عنصرية كلام عنصري يعني ونحن نسمعه وما نعرف كيف نفسر لما نقارن بين القامات الموجودة بس هو الكلام يخرج عنصري
وهذا يسبب انه بعد المجموعات الحساسه تجد ايش تبتعد شويه، تاخذ كم متر من العمل فيعطل العمل يعطل. اليوم يصلي عندنا 500 شخص فيهم دكاتره فيهم كذا ما تستفيد منهم. صح. مجموعات كثيره المتادبه تاخر. المجموعات اللي استغفر الله مستفيده اخلاقها مستفيده مستفيده مره في جنج مره كذا وتابت الى الله سبحانه وتعالى ما تخاف تجيك تقول لك احنا نوصل للمسلمين. نعم. فالخلطه دي فنحن بس من التجربه البسيطه جزء من المعاناه لما بدانا هذا المكان قلنا البشر قبل الحجر. صح. هذا اهم شيء الانسان. الشيء الثاني يعني فعلا عملناها لا ننتمي يعني عندنا الان حوالي 35 الى 40 شخص موظف فيها مدرسه وفيها بسم الله ما شاء الله من 15 دوله حسب ما 15 دوله يعني, يعني كلهم قرايبك. قرايبي تعرف كم دكتور ما في عيب في المجموعه الصغيره. قرايبي ذي هنا انا من ال 40 وما كان كنت عامل لهم بس مكان واحد. والمكان ده كان في السيرفيس. وكان ثلاثة أو أربعة عاملين طابور في المكان الواحد هذا. قلت لهم واستأذنت من الجماعة قلت لهم لما يخرج فلان يدخل فلان. ومش في مكان تأثير إنما مكان سيرفيس. فأنا قصدي يا جماعة هذا فالإشكالية العنصرية والأشياء كل هذه المؤسسات تتهرب منا، المربين الجماعات تتهرب منا. هنا اكتشفنا حتى أشد الناس اللي كانوا تقريبا ما يسلوا وراء شيوخنا هكذا. مسألة نفسية لما تكلمنا معهم بطريقة طيبة. فالدكتور يعني فعلا كلامكم هذا الصميم. جزاكم الله خير إن شاء الله، ربنا يكرمك إن شاء الله. أي عشان السبعة سبعة بس الدكتور أنيس عايز يقول كلمة قبل ما نمشي. والله أنا ما عندي شيء. ممكن نرجع بعد الصلاة. نرجع بعد الصلاة. أنت حصله؟ لا لا خلاص لا نختم دلوقتي وخلاص يعني. إخواتنا بس عندهم قبلة بأطفالهم كده تحت. فحقيقة باسم جميع الإخوان الكرام نشكر الدكتور هاني البنا ولهم إن شاء الله محاضرة ثانية ستكون في سفيريا صالون يوم الأحد الساعة 2 الساعة 4 بإذن الله تعالى. بعد الله تعالى. الدكتور هاني بس تكريم بهذه بسيطة الأستاذ حاتم أبو الأستاذ حاتم الأستاذ حاتم الزعبي أحد الكتاب الإخوة أصحاب القلم الرفيع حقيقة. هذا كتاب القلم الرفيع الخين السعودية حقيقة هو هدا لي وأنا إن شاء الله حديث الدكتور هاني باسمكم جميعا وهو لكي يتذكر السويد وهذا البلد الجميل الهادئ الرائع السويد. أنا أشوفهم هذا بهذه الزاوية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويجعل مما يجعل ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إن شاء الله. جزاك الله تصفيق لجميع الجزائر. شكرا لكم جميعا إن شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله. وقف بعد بس. جزاكم الله خير. كيف توصل؟ أديك التليفون بتاعي. واتساب. اعمل شير.